للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب أو عبر الهاتف من الضفة الغربية الصحفي الفلسطيني الأستاذ محمد القيط. مرحبا بك أستاذ محمد. يعني الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال أعلنوا تأجيل إضرابهم عن الطعام، ما الأسباب؟ حتى اللحظة لم يتم البت في هذا الملف. حتى الدقيقة التي أتحدث معكم فيها إدارة السجون قلبت المفاوضات، وبات هناك نوع من الغموض في تفاهمها وطرحها للملفات، وبالتالي حتى اللحظة قد نتفاجأ بقرار البدء بالخطوة من قبل الأسرى فورا. هذه الدقائق القادمة هي حساسة جدا. ما مدى أهمية هذه الوسائل، يعني مثلا الإضراب عن الطعام وغيرها من الوسائل، ما مدى أهميتها في تحقيق المطالب المرجوة؟ الاحتلال الإسرائيلي يحاول قدر المستطاع أن يجمل صورته أمام العالم بأنه دولة ديمقراطية، دولة تحترم حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، وبأن لديه قوانين وأسس وتعامل مع الأسرى ضمن القوانين الدولية. هذه الكذبة الكبيرة التي تمارسها قوات الاحتلال أمام العالم تفضحها سياسة الأسرى في الإضراب عن الطعام، وهذا السلاح مستخدم في كل الأزمنة والحقب التاريخية في رفض الظلم والاستبداد والاستعباد، كما حدث مع نساء بريطانيا في وجه الظلم الذي وقع عليهن، كما حدث مع جنود إيرلندا، كما حدث مع الأسرى الفلسطينيين في العقود السابقة وقبلهم أيضا اليابانيين. كل هذه الخطوات هي يستخدمها الحركة الأسيرة في وجه السجان، لأنها السلاح الوحيد الذي تمتلكه إرادة الأسير هي الأمعاء الخاوية، أن يرفض الطعام رفضا للذل والهوان، رفضا للإجراءات، رفضا بكل هذا القمع الممارس بحق الأسرى. ما فجر الخطوة مؤخرا هو تشديد الاحتلال للعقوبات على الأسرى، منع زيارة الأهالي، منع زيارة أهالي غزة لأسراهم في السجون الإسرائيلية، التفتيش العاري لأهالي الأسرى، أضف لذلك وضع أجهزة التشويش المسرطنة باتجاه الغرف المباشرة للأسرى. وهذه الخطورة هنا تكمن بأن الأسير 24 ساعة متواجد في هذه المنطقة، ومع تراكم السنوات هناك أسرى يمكثون في غرف 20 عام متتالية، يعني أن نسبة الإصابة بالسرطان تكون كبيرة جدا. الأسرى قالوا لإدارة السجون عليكم تفكيك هذه الأجهزة لأنها مضرة بالصحة. هذا ما حدث من صدام الآن مع إدارة السجون التي ترفض ذلك وتدرك أنه خطير. كل هذا يعني أننا أمام موجة مفتوحة خلال الساعات القادمة بالتزامن مع اتفاق كل الفصائل الفلسطينية، وإن لم يبت بها كما ذكرتم حتى وإن كانت نوايا على تنفيذ إضراب الطعام، انطلاقا من قضية الأسرى التي يعني تجمع الكل، ما مدى نجاح هذه الخطوة فيما لو نفذت في توحيد الصف الفلسطيني؟ مما لا شك فيه أن الحالة الفلسطينية تمر في أسوأ مراحلها، ولكن رغم هذا التشاؤم إلا أن التفاؤل كبير نظرا للدماء الفلسطينية التي تسقط على يد الاحتلال التي توحد الشارع الفلسطيني، نظرا للرؤية السياسية التي انبثقت عن أوسلو سيئة الذكر قد فشلت والأفق ضيق لديها، نظرا لترعرع ونشوء المقاومة وتحقيقها انتصارات كبيرة خاصة أنها تضرب تل أبيب في كل مرة. كل هذا لدينا فيه مقومات وجسر نحو العبور لوحدة وطنية حقيقية مبنية على مقاومة وثوابت. هذا في التجارب السابقة في الحرب على غزة توحد الشارع. يعني بالعودة إلى الأوضاع الميدانية أستاذ محمد، في ظل استهداف مدرسة الخليل، ما الرابط ما بين هذه الانتهاكات وتصريحات نتنياهو لضم أجزاء من الضفة بعد الانتخابات؟ نتنياهو الآن يراهن على أصوات المستوطنين في الضفة الغربية، وهو يرى بأن الضفة الغربية تقع ضمن منظومة الأمن القومي الإسرائيلي التي يتغنى فيها بأنها ستكون خاصرة دولة الكيان، وأنها ستعاد لإسرائيل وتضم بإسرائيل،
وعليه فهو يطلق العنان للجيش والمستوطنين بالعرب ذات الضفة الغربية ليجني الأصوات على حساب الدماء الفلسطينية، على حساب المدارس، على حساب وزارة الصحة، على حساب الشوارع التي التهمت مئات الجنومات، على حساب الأطفال، على حساب حتى الشجر الذي يقطع في كل يوم من شجر الزيتون على يد المستوطنين. لذلك هو الآن يراهن على أنه ينجح في جبهة الضفة من خلال إطلاق العنان للمستوطنين في الوقت الذي تلقى صفعة كبيرة في غزة حينما قصفت تل أبيب ولم يستطع الرد عليها. نعم. إذا أشكرك شكرا جزيلا من الضفة الغربية الصحفي الفلسطيني الأستاذ محمد القيق، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.